السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. النهار ان شاء الله غنقدم واحد الحلقة ديال معرفة سلالة الارانب في الخلفات. اول حاجة في يلاه كتولد الانثى ما كنعرفوش في الحقيقة السلالات ديال الارانب، لان رغم التفقد والملاحظة ان ما كيكونش فيهم هذا النوع من الشعر، ما كنعرفوهمش شحال، يعني سمو ما كيتكونش الزواقه اللي غادي نعرفوا بها الارانب ديالنا حتى هذا الخلفه هذه تبارك الله راه عندها 10 ايام. دابا بدا كيبان يعني كل واحد شكون هو، يعني بنينا كنفرزوا. رغم ان الملاحظه هذه، رغم ان الام ديالهم ها هي راه شانشيلا هي، والاب ديالهم راه بابيون، انتما تبارك الله شو اسمه خرجوا يعني بابيون، يعني هو الاب ديالهم راه بابيون، ولكن بابيون اسود. وشو اسمه خرجوا بابيون وهو قهوي. انتما بابيون راه كيكون عنده واحد الخط في الظهر ديالو كما كتشوفوا، ها هو هذا عنده خط في الظهر ديالو والاذنين، وكتكون عنده علامه مرسومه له في العين ديالو كفراشه. انتما كما كتشوفوا راه باقي ما مش الزواقه ديالو، ولكن راه مع المده هذه الزواقه كتبقى يعني كتبان وكتوضح. انتما شوفوا الاب ديالو، انتما راه تقريبا كان بحالهم، وشوف تبارك الله دابا هاد الزواقه وضحت اكثر، يعني كتبقى ديك السواد او حيت هما فيهم الوان، فيهم اللون القهوي كما كتشوفوا انت بابيون، وفيهم الكحل، وكاين خرج شي ليامات عندي تاع الكري، يعني بنفس الزواقه ولكن هو بابيون ولكن بالوان. شنو خرج لنا عاوتاني؟ انا خرج دابا ثلاثه بابيون، جوج قهويين انتم كما كتشوفوا، وواحد اسود. وهذا راه عباره عن نيوزيلندي. شوف سبحان الله شحال من واحد غادي يقول لي في التعاليق علاش خرج نيوزيلندي، ها هو ابيض اللون باين. علاش خرج نيوزيلندي؟ لان داكشي كيكون بالوراثه، يعني ممكن ان الانثى يعني الاب ديالها كان نيوزيلندي مثلا، وجابها هي تتزوج مع شانشيلا وجابها هي، يعني كتاخذ على الاب ديالها. يعني كاينه القضيه كطرات عند الانسان، كيكون مثلا واحد المراه تزوجت واحد الراجل، وهو الراجل مع العينين ديالو ماشي خضر مثلا، والانثى عفوا المراه حتى هي يعني العينين ديالها عاديين، ولكن الجد مثلا عينيه خضر، كيخرج الحفيد ديالو كيخرج عينيه خضر. علاش؟ لان داك الشيء كيتورث. كذلك هاد المخلوقات اللي عطيهم الناس ديال ربي. اذا هاد التكون ديال الشعر فوقاش كيكون في اليوم العاشر. دابا هنايا تقريبا راني بديت كنفرز سمو هو كل واحد. بالنسبه للعيون ديالهم راه ما مفتوحينش في اليوم العاشر، باقيين عاد كيردعوا. شحال من واحد كيقول لي واش في اليوم العاشر ولا العشرين مثلا، واش فوقاش كيتعطي لهم الماء؟ الماء على حسب التجربه ديالي هما كيخرجوا، وكل خلفه كتبدا تشرب الماء، يعني كل وحده على حده. يعني كاين واحد الخلفه خرجت بقات كتشرب الماء على 20 يوم عندي بعدا، كاين واحد الخلفه اخرى خرجت على نقولوا 17 يوم كنخرجوا كيبداو يشربوا الماء، ولكن كيكونوا مختلفين من واحد لواحد. في الحقيقه ما كاينش شي جواب يعني في هذه القضيه هذه. بالنسبه فوقاش كيحلوا عينيهم كذلك، كاين اللي كيحل عينيه بكري، كاين اللي كيحل عينيه معطل. غير ننصحكم حاولوا انكم ما توجهوهمش اشعه الشمس، لان ملي كيكونوا عينيهم مسدودين وكتوجههم لاشعه الشمس كيتكون لهم واحد نقولوا بحال واحد القشره فوق العينين ديالهم، وما كيبقاوش كيتعطلوا في فتح العيون ديالهم.
الموضوع ديالنا هو هذا النهار، هو موضوع بسيط، ولكن كاين في لي كومونتير جاوني الناس اللي كيهضروا على فوقاش ممكن اننا نفرزوا ما بين السلالات، فوقاش يعني معلومات بسيطه على الخلفه لمده 10 ايام. هذه مده 10 ايام راه باقي كيردعوا، العيون ديالهم باقي مفتوحينش، ولكن السلالات بداو كيبانوا، يعني بدا كيتكون لهم الشعر. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، كنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.